شاركت معكم داكشي خفيف ظريف، اصلا ماشي شي حاجه كبيره، داكشي غير صغير وبغيت نشاركو معكم. السلام عليكم بنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير ان شاء الله. مرحبا بكم في فيديو جديد على القناه. كنبغي نشكر كاع البنات اللي جاو تابوناو في لاشين ديالي وخلاو لي اللايكات والتعاليق الزوينه، كنشكركم من اعماق القلب ومرحبا بكم في قناتي المتواضعه والصغيره. شجعتوني، انا محتاجه بزاف لهذا التشجيع. كنشارك معكم داكشي اللي كيعجبني حتى انا نتفرج فيه، فاذا كنظن باننا حنايا تقريبا بحال يعني نفس الستيل، وهذا وهذه واحد الحاجه اللي هي زوينه. في هذا الفيديو ان شاء الله عندنا واحد المناسبه اللي هي عائليه، اللي هي خطوبه، يعني ماشي شي حاجه كبيره، شي حاجه صغيره. وبما انني شحال هذه ما تعرضت هذا، فانا فرحانه بما انني شحال هذه ما تعرضت، فانا فرحانه بزاف وباغا نوجد راسي معكم، ندير معكم واحد الجيت ريدي ويد مي، كيفاش غادي نوجد راسي، كيفاش غادي ندير الميكاب، شنو غادي نلبس، وداكشي كامل. غادي ندير المكياج ديال العرض هذا، وبغيت نشاركو معكم، يعني انا ماشي ميكاب ارتست ولا شي حاجه، ولكن مهم ديك التقنيات ديالي وهداك الشيء غادي نشاركو معكم وصافي. قاريه الاستيتيك وداك الشيء، ولكن لي باز اللي كنت قريت انا وداك الشيء صنا غير نافا مع المكياج وداك الشيء اللي ولا دابا، ولكن عندي لي تكنيك ديالي هذا بغيت نشاركهم معكم. نتمنى لا فيديو تعجبكم، خليكم معايا. الا كنتي اول مره كتشوفيني ما تنساش خلي لي لايك وتابوني الا كنتي باقي ماشي ابوني، وتبارطاجي لا فيديو مع صحباتك. اول حاجه غادي نبدا بها كما كتشوفوا شعري راه فازق، غادي نصايبو بالزربه، بما انه قصير فانا غادي نزرب عليه بزربه بزربه ونرجع معكم. Sometimes we're not ourselves. There's no one I can turn to. دابا لي صايبت شعري غادي ندوز لفاز ميكاب. خصكم تعرفوا واحد الحاجه، انا لابو ديالي موجده مقشره، مدايره ليها الماسك، داكشي كامل. فيما كنكون معروضه ولا شي حاجه، عندي واحد الطقوس الحمام وداك، دائما خاصني تحميمه وداكشي النهار قبل. غادي نشارك معكم فيديو كيفاش توجدي راسك وتحضري راسك باش انت كتكوني في ريحه زوينه وكتشمي غير نتيا وكتكوني تايقه في راسك. المهم ليتس جو. اول حاجه البنات، الا بغيتوا الماكياج يصدق لكم خاصكم تيدغطيو وجهكم مزيان مزيان، وكنصحكم في هذه الحاله اول حاجه غتبداو بها قبل ما ديروا لا كريم ايدغاتون لا حتى شي حاجه، كنصحكم ديروا شي ماسك، هذا ماسك اللي ولاو دابا اي واحد مهم ايدغاتي، عرفتي؟ ثقوا بيا، الا درتو شي ماسك من هادو ولا شي ماسك، هاد لي ماسك تيسو كيخرج لكم الماكياج واعر، عرفتي؟ واقف مهم، ما كينشفش لكم الفون دو تان وجهكم حتى شي حاجه، كيعطيكم واحد لك في وجهكم. انايا واحد الطريقه اللي فريمون معتمداها وكتصدق 100%، ثقوا بيا وجربوها وغادي ترحموني عليها. المهم غادي ندير ماسك بهذا وغادي نتسنى واحد 10 دقائق، عاد ديك الساعات غادي نبدا الماكياج. صافي كبيده دازت 10 دقائق، لي ماسكين كانوا شواعرين كيخليو لابو كتشقشق. وهنا كبدا درت لاسيد ايلاريونيك سيروم و كريم ايدغاتونت للوجه ديالي. هنا كبدات كريم العينين باش نرطبو تحت العوينات ديالنا. هاد لا كريم راه ديجا بارطاجيته معكم بزاف ديال المرات في الفيديوهات اللي دازو، مهم ماركه كوريه صراحه واعره، عطيك ايدغاتي بزاف ومزيان تحت العينين وما كيخليش ليا السيرم. كومبريمر غادي نستعمل هاد الزيت ديال طارت، الصراحه زوين بزاف كي ايدغاتي وكيخلي واحد لابريونس، حيت انا عندي البشره ناشفه كتعجبني داك لابريونس، و اي فون دو تان درتي كيخلي بحال شي افي فيلتر، مهم زوين وكيعطي واحد الكلو واللابو. وغادي ندير حتى واحد سبراي هذا ديال اسانس ديال كوكو زوين، عرفتي؟ كي ايدغاتي حتى هويا غادي نرشوه هكا من الفوق يعطي حتى واحد الكود فريشور. من بعد كبدايه الفون دو تان غندير هذا ديال نيكس تي مات، صراحه زوين ولا كوفرونس ديالو زوينه، ريفيرونس اف ام اف 06. كيف ما كتشوفوا درجه زايده شويه على وجهي حيت انا ما كيعجبنيش داكشي ابيض، كيعجبني شويه اف برونزون. كنرش البيوتي بلاندر ديالي بداك سبراي ديال كوكو ديال اسانس وشويه ديال فيكساتور باش يفيكسي ليا هكا الفون دو تان ديالي. وبالنسبه اللي الا كان عندك لابو غراس وعندك تقيبات بقي طابوطي بحال هكا باش يدخل الفون دو تان بداك التقيبات هكا ويدرقهم شويه.
صافي كيف ما كتشوفوا كان ابليكي كيعطي واحد لي في زوين في الوجه بزاف. وغادي ندير لا بودر ديال ميكاب ريفولوشن. صراحه انا ما كتعجبنيش لا بودر بزاف، ولكن غير باش نفيكسي هذاك الفون دو تان ديالي، حيت انا لابو عندي ناشفه ما كيعجبنيش ننشفها بزاف بالبودر. من بعد غندوز للكونتورينغ. هنا كندير شويه من هذاك الزيت ديال الطارت في لا باليت ديالي دو كونتورينغ. الا ما عندكمش باليت ماشي مشكل، تقدروا ديروا شي فون دو تان شويه زايد درجه، نديرو باش ما بغيتو. انا حيت بغيت نبرز شويه الحنيكات حيت انا وجهي صغير، فانا كندير بهذه الطريقه، كنجي من العظم ديال الحنك الفوق كيف ما كتشوفوا، وكنجي حتى للنيف ديالي، وكندير بحال داك القوس كيف ما كتشوفوا. وبما ان عندي شويه ديال السنطيحه، فانا كندير شويه عاوتاني الفوق باش نقص هكا شي شويه، ويعطي يجي داك الشيء هكا كمقاد مع وجهي، نكذب عليها شي شويه. وهنايا عاوتاني الجهه ديال المونطون كنحددها بحال هكا باش كتعطي زعما في الضحيكه، وهادي كتعطي المهم كتجي محدده كتجي زوينه. بالنسبه للنيف ديالي ما غاديش نحد، ما غاديش نديرو من الفوق، لحقيتش انا اصلا نيفي رقيق من الفوق، غادي ندير غير من التحت كيف ما كتشوفوا. وغنجي شويه هنا لتحت باش نقص، حيت انا وجهي شويه طويول، غادي نقص شويه هكا حتى هو غادي نكذب عليه، وغادي ندير شويه هكاك الكونتورين كيف ما كتشوفوا بهذه الطريقه. هنا غادي ناخذ لون فاتح على لون البشره ديالي، وغادي نابليكيه في ديك البلايص اللي بغيتهم، اللي بغيت نبرزهم، اللي بغيتهم يبانوا. راكم عارفين الكونتورينغ خاصكم فون دو تان واحد مغلوق على الوجه ديالكم، واحد فاتح على الوجه ديالكم. تقدروا ديروا حتى اونتي سيرني الا بغيتوا، يعني ولا تاخذوا لي باليت دابا كونتورينغ راه ما غاليينش بزاف، بحال كيكو ميكاب ريفولوشن ولا اسانس بحال هذه اللي عندي، الصراحه كيكونوا زوينين والليفي ديالهم زوين وما غاليينش بزاف. من بعد كناخذ البيوتي بلاندر ديالي، وكان نرش عليه شويه ديال الفيكساتور، وكنبدا نستامبي بحال هكا، نستامبي وكنطلع الفوق، كنبلاندي هكا الفوق باش كيعطي، باش كيجي هكا داكشي مجبد افي ليفتينغ. لونتي سير درت هذا ديال مايبلين، وكنهبط شي شويه كالتحت باش يعطي واحد الاضاءه في الوجه ديالي، وكنجبد بحال هكا في الجنبيبات ديال العينين باش كيعطي حتى واحد الاضاءه تما. ولا باليت غندير هذه ديال شي غلام من شي ان، الوان ديالها فنين بيغمونطاسيون غزاله. وغادي ندير برايمر، هذا من موا كوزميتيك، ما كيخليش هذاك الخط اللي كيكون الفوق فوق العينين ديال، كيبقى واحد الخط تما ما كيخليهش، وكيفيكسي لينا الفارا بوبيير. كناخذ بانسو صغير وشويه د لا بودر، وكنفيكسي داك البرايمر و لونتي سيرم ديالي باش ما يتزعزعوش. مكياجي غادي ندير خفيف بزاف، دونك غادي ندير هاد الالوان الترابيه بربعه، غنخلطهم بربعه في البانسو ديالي، وغنمشي لهداك الجفن اللي ما كيتحركش، وغادي بحال كندير شي قوس بحال كرسم شي هلال في داك الجفن اللي ما كيتحركش جهه العظمه ديال العين. وكنبقى نخدم بحال هكا، كنستامبين استامبي داك، ماشي غير كنحط اللون وصافي، خاصني نبقى نخدم الفارا بوبيير باش كنحس به اندمج مع لابو ديالي وتخدم مزيان، ماشي كيبقى يبان لك بحال غير محطوط، خصو يكون مندمج. وغادي ندير نفس الشيء مع العين الاخرى، وغادي ناخذ واحد اللون في البيج، ها هو هو هذا، وغادي نديرو فوق بحال ما بين اللون اللي حطيت والحاجب ديالي، ما بين الحاجب واللون اللي حطيت، وكندمج تما كيعطي واحد ليفي زوين بزاف، واحد وكنبقى نستامبي كيعطي واحد ديغرادي زوين. نفس اللون جيت وخدمت تحت العين بحال هكا، درت واحد الخط رقيق وتا هو استامبيتو خدمته مزيان. غادي ندير الايلاينر هذا ديال بينيفيت، مهم اذا كان عندكم شي ايلاينر فاتخ بحال هكا كتقلبوه كدوروه وكتديروا ليه بحال هكا بالطريقه باش ديك لا ماتير كتهبط وما يعذبكمش في الخدمه. بالنسبه للايلاينر ان شاء الله غادي ندير لكم فيديو ونوريكم كيفاش كنصايب انا الايلاينر ديالي، وكاين بزاف ديال الاشكال ديال الايلاينر حيت كاين بزاف ديال الاشكال ديال العيون. من بعد كناخذ هذا الكريون ديال اسانس في الابيض، وكنجي وكنكحل به تحت عيني بحال هكا، كيعطي واحد التكبيره للعين، وكيعطي واحد ليفي زوين هكا مجبد،
وبالنسبه للحجباني فانا ما كنطراسيهمش، ما كيعجبنيش طراسيهم، ما تيجيوش معايا، كيغولوا ليا وجهي. كيعجبني غير نمشطهم بهذا الماسكارا ديال الحجبان، كيعطي واحد ليفي ناتوريل. هكا نستعمل هذا ديال مايبولين، صراحه زوين وكيف فيكسي، هو فيكساتور او ميم طون كيطلعهم. والحكد العينين ما جات غير فهاد اللحظه هذه ما كبيدات هذا استوس، ما تضحكوش عليا. كناخذ هاد الشيتات ديال السنان صغيورين، هادو اللي كيدخلوا في داك البليصات الصغيورين في السنان بحال كوردون ولا بحال الخيط ديال السنان ولا شي حاجه صغيورين. المهم كنمشط بهم انايا حجباني باش كيعطي واحد لا فورم، او ميم طون كنحيد الا كان شي اكسي ديال داك الماسكارا ديال الحجبان كنحيد، وكيعطي واحد لا فورم وصافي. كنمسح، كناخذ بانسو فيه شويه دلانتي سيرن وكنمسح من الفوق ومن التحت حجباني باش الا كانت المهم لا توسخوا ولا شي حاجه، او ميم طون كيبان الحاجب نقي. هنا غنلصق شفار كبيدات ديالي. بالنسبه للشفار ان شاء الله غندير لكم شي فيديو هكا صغير خفيف ظريف، نوريكم كيفاش انا كنلصق الشفار باردون والطريقه ديالي. هاد لابانس هادي اول مره كنستعملها باش كنلصق الشفار، والله الا فريمون زعما شي زعما اختراع مهم عاوناتني، حيت دائما كنت كنستعمل غير يدي، اول مره كنستعمل عندي وما كنعمري استعملتها. شوفوا الفرق ما بين الشفار، العين اللي فيها الشفار وعين اللي لا. المهم فهاد العين كندخل ليا شويه اللصاق كنحيدو، من بعد غادي ناخذ الايلاينر ونعاود ندوز فوق داك الخط اللي ديجا عندي هكا باش كنزيد نبينو. ومع دابا حيت لصقت الشفار يعني نقدر نزيد حتى نطولو الا بغيت، وكنزيد هكا من الفوق مهم باش كنبين ونزيد نبرز العين ديالي. بالنسبه للماسكارا غادي ندير غير من التحت بحال هكا باش كنبين داك الشفيرات اللي لتحت، والفوق غير غادي نكذب عليهم غير غنرشو صافي. هنا غناخد هاد لا بودغ برونزونت ديال فلور مار، هرسها ليا ولدي. غادي ناخد مهم غادي نمشي لهداك البلايص اللي درت فيهم قبيله الكونتورينغ، وغادي نجي بحال نبرزهم بحال غادي نبينهم وصافي. هنا تراسيت فمي بكريون ديال فلورمار وغادي ندير ليه عكار ديال افون، معقلتش على الريفيرونس ديالو لا حقيتاش تمسحات، ومهم هو بوردو. كناخذ كريون ديال العينين وكنزيد نحدد عيني هكا بحال غير من الفوق هكا كنتراسيهم وصافي من الداخل. بالنسبه للفراجو غادي ندير انايا هاد العكر اللي عكرت به بحال هكا، هذا هو اللون اللي عجبني صراحه وعطى واحد اللون زوين. المهم بالنسبه لي انا وجهي ضعيف، غادي ندير بحال هكا غير من هاد الجهه هادي، ما غاديش ندير الوسط باش كيعطي بحال واحد افي ليفتينغ وكيجبد هكا الوجه. انا كناخذ واحد فغا بوبير هكا بايتي وكندير شويه فوق العكر باش كنعطي بحال واحد اللمعه، وكندير حتى في نيفي في حنيكاتي هكا شويه في هاد الجهه هكا ديال النيف وفي الدمعه الجهه ديال مدمع العين كيف ما كيقولوا. هنا جيت كندير لي زاكسيسوار ديالي. بالنسبه لهاد السنسله طويله سوتوار كيجي سورتو مع البنات اللي دايرين الحجاب هكا طويل زوين، ولكن انا كيف ما كتشوفوا طويتو هكاك على جوج، عطى واحد ستيل زوين بحال دايره ثلاثه ديال السنسلات. مهم كفكره وصافي. بالنسبه للبارفان كبيدات غندير هذا ديال تريزور، الصراحه زوين ومجهد كيحمقني نديرو في العراسات. ديما عندي المخ ديالي فيما كنشمو كنفكر في العراسات، حيت شحال هادي فاش كنت صغيره كان جا لختي جاها كادو في العرس واوتوماتيكمون بقيت كنفكر بحال هكاك، كيعجبني نديرو في العراسات. شوفوا لا كريم ديالو كتحمق وكتيدغاتي وكتخلي واحد لا بريونس، كتخلي يدك كتبري وفيها واحد الريحه واعره كيف فاش كديرها وكدير فوقها البارفان، وعاتي كتخلي واحد الريحه انا
حطيني هذا البارفان خرجوا موراه بزاف، ولكن هذا كيبقى فريمون ريحه ديالو فريمون سبيسيال. كندير حتى رشيشات بحال هكا خفيف شعري، غير ماشي كنبركش مزيان على هذيك الرشاشه غير شويه هكا كنكذب عليها وصافي. وصافي كبدايات كانت هذه هي الفيديو ديال اليوم، كنتمنى تكون عجبتكم وفاتكم وفوجت عليكم وتكون استفدتوا معايا شي حاجه في لي زاستوس ميك اب ديالي. ما تنساونيش البنات من لايك 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 وتابوني الا كنتي باقي ماشي ابوني، وتبارطاجي الفيديو مع صحاباتك. و غادي نخليكم مع لقطات ديال الفيديو ديال العراضه كيفاش داز داك الشيء وهذا، يعني ما صورتش بزاف اون ديتاي، راكم عارفين شي حاجه اللي هي بريفي وهذا. المهم صورت هكا لقطات وغنشاركهم معكم، ونقول لكم نتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله. بيزو باي. Así que busca.